انتشرت مقاطع للفنانة سعدية آل محمود وهي تقوم بمبادرة رائعة، حيث رسمت أشخاص بشكل عشوائي في الأماكن العامة على أكواب الورق وتقدمها لكم بطريقتها الخاصة. فما هي قصة سعدية مع هذا النوع من الفن؟ كل هالتفاصيل نقلها لنا زميلنا موسى يحيى في التقرير التالي، خلونا نشوف. انتشرت بالعالم فكرة رسم الطرف المقابل في المقاهي والأماكن العامة، إلى أن وصلت إلى شرق السعودية لتتبناها الفنانة سعدية آل حمود، ولكن لهدف مختلف تماما. البداية كانت من الطفولة إلى أن صرت أشوف يعني الفنانين عالميين وغير عالميين، أجانب في القطارات وغيره يرسموا مباشر بالورق. أنا فعلا تبنيت هذه الفكرة، ولكن بطريقتي حبيت أني أرسمها، أرسم الشخص المقابل لي بالأكواب، بالكوب الورقي المستدير بأبسط الأدوات الموجودة عندي. في الحقيقة أنا ما أرسم أي شخص إلا لهدف معين، والهدف هو الشعور الامتنان وتبادل العطاء، أني أوصل شعور السعادة اللي أعطاني وياه هذا الشخص، سواء أيا يكن وش قدم لي شيء، سواء كان حتى لو بكلمة بسيطة أسعدتني، فهو نوع من أنواع رد الجميل إلى هذا الشخص بطريقتي الخاصة كفنانة. لقيت صدى واسع على هذا الموضوع وإعجاب كبير، لدرجة أن الناس صارت تقول نبغى نصير ضحايا سعدية. طبعاً صار في هاشتاغ موجود في السوشيال ميديا أن ضحية سعدية. اليوم راح نعيشكم تجربة ونضيف ضحية من ضحايا سعدية، إن شاء الله راح تكون شخصية مميزة بالنسبة لي في هذا المكان، أحد الشخصيات اللي تقدم لي أحلى أنواع القهوة. وخليكم ويانا. حبيت فكرة سعدية، كيف حطت هذا الفن بطريقة مرة حلوة وفيها مزح، عرفتي؟ يعني سعدية أنا أنتظرني أنا أكون ضحية لك، وأنا بعد لازم أكون ضحية إن شاء الله. أنا قلت قبلك ندى ضحية واحدة، بعدين الضحية الثانية الأسبوع الجاي. بس حلوة مثل هذه المبادرات، يعني هي خفيفة وبسيطة وفي نفس الوقت تسعد الناس، يعني لما تشوف أحد جالس كذا تقعد ترسمه مرة حلو، إنك تستغل موهبتك وشغفك بشيء مرة حلو. أنا دائما أقول إنه الواحد يقدر يصنع من يدينا مكان أو شيء يدخل فيه فلوس، صح؟ ما عاد الحين زي زمان. أول الآن كل شيء تقدرين تستغلينه عشان باب يفتح لك باب رزق كله سهل. مشاهدينا خلونا نطلع فاصل ونرجع لكم.